الحمد لله راه رايحه الامور تتحسن. المرحله الاخيره هذه كان عادوا يمدوا لنا كل شهر، راه الامور رايحه تتحسن وبالعقل بالعقل الامور ان شاء الله ان شاء الله تتحسن، فهمت. المهم بكري كان شويه، كانت الامور بكري كانت يطولوا علينا، بصح درك مؤخرا الحق رانا ملاح، كان عادوا يمدوا لنا كل شهر رانا ملاح، ان شاء الله يكون كافينا العلف. هذا الشعير هذا كنا تعرف في العام نبدو فيه خطر، بصح درك الحمد لله تري قلت لنا الامور، جانا المدير هذا ربي يحفظه ان شاء الله، عندنا في كل شهر ندو وكثر خير، وكي نجو ما نتعطلوش. كنا نهار اللي يجو ثلاث ايام اربع ايام احنا نجو محاسي مسعود وحنا يتعبوا فينا، روح اليوم قدوه اليوم قدوه، درك يكثر خير المدير هذا، عندنا النهار اللي يجو فيه نرفدوا شعيرنا نخلصوا نرفدوا شعيرنا. فيما يخص ماده الشعير كمولين هنا في ولايه ورقله، كانت عندنا واحد العراقيل يسمى، ولكن بطول الوقت يعني الحمد لله مع تعاونية الحبوب لولايه ورقله تحسنت. كانت قبل في العام مرتين والله مره يمدونا، ذلك انا كل شهر الحمد لله في ماده الشعير ولا يمدوها لينا، مع الجفاف اللي رانا فيه المده الاخيره كمولين ولايه ورقله، يسمى ماده الشعير دوكا متوفره، والمولين الحمد لله راه ما عندهم. فيما يخص امور اخرى كاين امور، ولكن الحمد لله تدارك الامور مع التعاونيه مع السيد المدير، نشكره جزيل الشكر على المجهودات اللي راه قايم بها وواقف معنا في حد ذاته مع الموالين مساندهم، ومادة الشعير ولات متوفره كل شهر. احنا الموالين كان عندنا جفاف، كنا يسمى دائما العلف من جيبنا، دوك عندنا كل شهر نهزوا مادة الشعير هذه. يسمى الموالين راه متفائلين خير، هنا ما فيه الخير مستقبلا، ومازال نقولوا الحمد لله رانا نشوفوا في امور غاديه وتتحسن للاحسن. ماده الشعير العلفي، وبناء على توصيات السيد المدير العام فانه تم تخصيص كميات معتبره من الشعير العلفي لفائده مربي الابل ورقله في جميع البلديات تاعها، حيث يستلمون هذه الماده شهريا في مختلف بلديات ورقله. يتم توزيعها بالنسبه لورقله على نقطتين، هو مخزن ورقله ومخزن سيدي خويلد. بالنسبه لتقرد فانه يتم توزيعها على مستوى مخزن تقرد، حيث خلت العمليه هذه خصصنا لها تقريبا ما يعادل اكثر من 10,000 قنطار شهريا من ماده الشعير العلفي. استلام الحصص يكون يعني تقدر تقول عمليه متتاليه ما بدون انقطاع. تم ايضا تحديث برنامج مخصص لكل بلديه في ايام معينه لمده شهر كامل. الجائحه هذه اللي تصيب العالم، نطلب من الساده الموالين الالتزام والالتزام والحذر، او الالتزام بالامور الامنيه يعني، واحنا التعاونيه ابوابها مفتوحه على مدار ايام الاسبوع،